هل كان النبي لا يستطيع القراءة والكتابة؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقرأ ولا يكتب مزاولة بعدم علم لحد ما أوحي إليه. أمي لا يقرأ ولا يكتب. طب بعد الوحي هل علمه الله فيما علمه القراءة والكتابة إلا أنه لم يزاولها خلاف بين العلماء. فهمت بقى إزاي؟ لأن ربنا يقول وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطوه بيمينك. إذا لارتاب المبطلون، يبقى من قبله يعني من قبل الوحي، طب ما بعد الوحي؟ دي مسألة خلافية بقى. فهمت بقى إزاي؟ ما بعد الوحي دي مسألة خلافية. والراجح إن النبي علمه الله فيما علمه لغات البشر جميعا، لأن كان في عام الوفود يجي له الناس من جميع أنحاء العالم يكلم كل قبيلة بلغتها. كل قبيلة كلمها بلغتها. سيدنا علي يقول في عام الوفود كنت أجلس بجوار النبي يخاطب الناس كأني أعجمي لا أفهم شيء. يلاقي النبي قاعد بيرطن مع ده ويرطن مع سيدنا علي قاعد كده مش فاهم حاجة. واخد بالك؟ يبقى علمه لغات البشر لأنه هو رسول لكل البشر. يعني انت تروح لحد دلوقتي عند المقصورة الشريفة تلاقي ايه واقفين بيزوروا النبي، ايه جميع الألسنة بتزور النبي، بجميع الألسنة بيسلموا عليه، بجميع الألسنة بيبثوا له الحب والشوق. ما قاعدين احنا مترجم جوه بقى عند القبر الشريف يترجم للنبي الكلام دي كلها، ولا النبي عارف على كل؟ احنا شفنا ناس فرنسوية لا يعرفوش العربي، شافوا النبي في الرؤية كلمهم بلغته. في اكتر من كده؟ في الرؤية في المنام ودلهم على الاسلام. ايه المشكله يعني؟ صعب قوي. طب ما ابليس عارف لغات البشر، ابليس اخس الخلق يعرف لغات البشر كلها، فما بالك اشرف الخلق؟ هو ابليس بيوسوس للفرنساوي بالعربي ولا بيوسوس للانجليزي بالهولندي ولا بالانجليزيه؟ بيوسوس لكل واحد بلغته، صح ولا لا؟ يعني ابليس ده ما شاء الله خريج ألسن بتعليم الله له، وهو ده رسول الشر، افلا يكون رسول الخير اعلم؟ حاجه غريبه يعني. تلك اذا قسمه ضيزه. لكن هل النبي لما تعلم القراءه والكتابه بعد ذلك هل زاولها؟ لم يزاولها، احتراما لحجاب الاميه، لأنه موصوف في الكتب السابقة النبي الأمي. فهمت بس؟ فالنبي كان يحترم مراد الله ليه. علمته في الكتب السابقة النبي الأمي، فلو زاولها يبقى حجة لبعض إيه أهل الكتاب ألا يتبعوه، يقولوا مش هو ده اللي احنا مكتوب في الكتاب. يوم النبي حتى لو ربنا علمه لا يزاولها، احتراما لحجاب الأسباب واحتراما للعلامة الموجودة في الكتب السابقة. زي برضه لما اراد انه ايه انه هو يمسك الجن اللي يتفلت اليه في الصلاه، مسكه بايده كده وخنقه، بيقول حتى شعرت بايه ببرد ريقه على كفي ثم هممت ان اربطه في ساريه من سواري المدينه فتذكرت دعوه اخي سليمان ربي هب لي ملكا لا ينبغي لي احد فاطلقته. شوف النبي بيحترم حتى دعوه السابقين، يعني ربنا مكنه من ملك سليمان سابه مش عايز، خده انت يا سليمان عشان ايه؟ يبر دعوته صلى الله عليه وسلم. سيدنا سليمان اوتي منطقه الطير بس، النبي سمع الطير والحيوان والجزع. الله، الجزع مش حن، والنبي كلمه وعرض عليه قال له يا جزع انت كده زعلان، تحب ارجعك نخله تاني زي ما كنت كده في عنفوان شبابك وهو جزع مقطوع، ولا تبقى معايا في الجنه؟ قال له ابقى معاك في الجنة يا حبيبي. الله، ده الجزع يكلمه ويرد عليه ويفهمه ايه الحلاوة دي؟ جبل أحد يكلمه ويسمع الكلام. اثبت أحد فإن عليك نبي وصديق وشهيدان. الله، يعني بيكلم الجماد، يكلم الحيوان، يكلم النبات، يقول للشجرة اذهبي مكانك تذهب، تعالي تيجي، الله، تأتي على ساق بلا قدم، تخط الأرض خطا. وفي الاخر سيدنا سليمان اوتي منطق الطير بس. قالت نملة، يبقى نملة بجنح من الطير مش كده برضو؟ قال واوتينا الطير وعلمنا من كل شيء. ولما مر على وادي النمل قالت نملة، يبقى نملة طائرة، لان هو اوتي منطق الطير، لان في نمل بجنح. عايز تشوفه؟ تعال المؤطر اوريه لك بالليل.
واخد بالك؟ لكن لم يؤت منطق الحيوان ولا منطق الجماد. النبي أوتي كل ده، الحمامة تشتكي له والظبية تشتكي له والجمل يشتكي له والجزع يشتكي له وجبل أحد يبص له أشواقه. إيه ده؟ ده نبينا يا عم، نبي الأنبياء. أوتي جوامع الكلم يعني يقول الجملة اللي يحار الناس في تفسيرها سنوات طويلة ولا تنقضي. أدي جوامع الكلم. يقول لك الدين النصيحة. اقعد بقى أنت اشرح في كلمة الدين النصيحة دي، تألف فيها كتب، صح ولا لا؟ قل لي يا رسول الله قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. يقول له إيه؟ قل أمنت بالله ثم استقم. اقعد اشرح الحديث ده. قل أمنت بالله ثم تجيب فقه الشافعي وفقه أبو حنيفة وفقه مالك وفقه أحمد بن حنبل وفقه الأشعرية وفقه الصوفية، كل المكتبة الإسلامية. قل أمنت بالله ثم استقم. حد يعرف يجمع كل العلوم دي في كلمة؟ فهمت بقى؟ إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ منها. إيه ده؟ جوامع كلم صلى الله عليه وسلم. يعني الكلمة اللي الناس يقول لك الطهور شطر الإيمان، الحمد لله تملأ الميزان. طب اقعد اشرح في الطهور شطر الإيمان، تقول طهارة معنوية وطهارة حسية، والطهارة الحسية تجنب النجاسات، أنواع النجاسات، والطهارة إيه؟ التخلص منها إما بتجنبها أو بإزالة الحدث، والحدث أصغر وأكبر، موجبات الوضوء، وكيف أتوضأ، وكيف أغتسل، وكيف أتيمم، وكيف وكيف وكيف، كل ده لسه في الطهارة الحسية ما خلصناهاش، وأنواع المياه اللي يجوز التطهر بيها، وأنواع الآنية اللي أحط فيها المية اللي أتوضأ بيها، كل ده في الطهور شطر الإيمان في نصه لسه، ما خلصناش. فهمت إزاي؟ وبعد كده خش بقى في الطهارة المعنوية، طهارة القلب، كيف أطهره من الغل ومن الحقد ومن الحسد. واخد بقى من النفاق. ما بيقول لك داره ظاهر الاسم وباطنه. فهمت بقى ازاي؟ باطن الاسم. النبي يقول لك كل القصه دي كلها الطهور شطر الايمان. يا خبر ابيض، لو قعدت انت الدنيا تالف حاجه ما تعرفش تقول. ادي جوامع الكلم يا استاذ. فهمت بقى؟ جوامع الكلم كلام كتير. من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعني. يا منهك حياه، منهك حياه تكفيك. الحديث ده لوحده يكفيك. تعيش طول عمرك مالكش اعداء، تعيش طول عمرك الناس كلها بتحبك. شفت قد ايه؟ من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ايه الجمال ده؟ كلام يتكتب بايه؟ بماء الذهب صلى الله عليه وسلم، وينقش في القلوب.